هل اللي استفز النادي الاهلي هو بيراميدز؟ طبعا معلش انا اقول لك حاجه يا كابتن، النادي الاهلي يعني حسوا من اللعيبه ومن النادي ومن الاجواء اللي حصلت دمت، معلش مش دمت لنفس النادي الاهلي، مع احترامي نادي كبير ولاعيبه كبيره، بس المنافس ليه على طول نادي الزمالك. بيراميدز لو خد الدوري هتبقى مشكله، هتبقى كارثه، هتبقى كارثه بالذات للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. الزمالك ممكن عادي الموضوع عدى عشان بعيد، امال اما انا اطلع بيراميدز اخد الدوري دي بالنسبه للنادي الاهلي حاجه كبيره، وكمان المشكله بتاع حسين صعبت المشكله اكتر استفزت الموضوع طبعا. اكتر، معلش والمشكله بتاعت الشيبي والحاجات دي لما انا كلها بقول لك، ما استفزت، هي دي برضه بقت خلت الموضوع بقى انت فيه تحدي معلش اكتر. انت لو جيت بصيت على السلام الشيبي مش عشان ما يسلمش على حسين، وحسين طبعا امام قال له ما تسلمش على حد، كان الموضوع اصلا خلاص اني نازل اللي انا اكسب، عشان في مشاكل بره بره الملعب مش جوه الملعب كمان. يعني هو اللي استفز النادي الاهلي اللي بيراميدز بدا يقرب، والناس كلها كانت تقول لك خد الدوري بنسبه كبيره، خد الدوري الاهلي هيقع، الاهلي مش هيكسبه، مش الناس كانت بتقول كده؟ صح، الاهلي كسبوا كله الماتش، كان بيقول كده، كان الاهلي كسبوا حتى الماتشين. كان كابتن وائل قباني كان معايا هنا وقال لك الموضوع بنسبة كبيرة جدا ممكن بيراميدز لا ياخد هاي الدوري. يا كابتن النادي الاهلي هو معلش شخصية النادي الأهلي وشخصية معلش، اللعيب وبرضك لازم الجمهور والاداره فرق شاسع طبعا. كل حاجه عند النادي الاهلي. طب هسألك سؤال، لو الموضوع ده كان نغير الاتجاه شوية، لو الموضوع ده كان الزمالك هو المتصدر، كان النادي الأهلي هياخد الدوري برضه؟ ولا كانت هتبقى كان الامور هياخد صعبه؟ في التوقيت في لو باللعب باللعيبه اللي موجودين دلوقتي حاليا، في كان الاهلي هياخد الدوري انت فاهم قصدي، يعني اعكسها، اللي اعكس ما طلع بيراميدز يعني خلي بيراميدز ودخل نادي مثلا هو اللي ودخل كان مثلا الزمالك. مكان الزمالك، والزمالك هو طب ما حصل الكتير والاهلي خد الدوري، حصلت كتير، كان الاهلي سنين كتير بس ما كان، كان الفرق كان ماشي، مش كبير ما قوي كان كده. ما هو الاهلي ليه ماتشات مؤجله يا كابتن، هو الفرق كان كبير والاهلي ملوش ماتشات، ما الكلام ده لو الاهلي معلش ملوش ماتشات وفرق الزمالك 9 بونت. اقول لك خد الزمالك بالك برضو نادي الزمالك برضو يعني ايه، انت خد بالك انت بتتكلم كان هيبقى فيه جبهه يا اعلاميه، كابتن، فاهم يا قصدي، كابتن انا فاهم مع النادي الاهلي، يا فاهم كابتن، قصدي، من فهمت دماغي، هنرجع يعني اللي فرق ان الاهلي بشخصيته بقاعدته الاعلاميه والجماهيريه برضو قدرت انها تضغط على بيراميدز، يا فاهم كابتن قصدي، الاهلي كان هياخد الزمالك برضو كان هيبقى صد. ماشي، الاهلي كان هياخد الدوري بس مش فارق كده، يعني كان هيبقى المنافسه قويه لحد اخر ماتش اقول لك ما بين الاهلي والزمالك، عشان ناديين كبار ومتعودين على المنافسه. امال دلوقتي يا كابتن فرق 11 بونت يا كابتن، يبقى فين المنافسه اصلا؟ يعني ما يكون فرق معاك، انت كنت الاول سابقني وكنت انت اول الدوري من اول ما الدوري بدا وانت راكب الدوري، دلوقتي فرق 11 بونت يعني ما فيش منافسه. ما تيجي تقول منافسه قول الاهلي والزمالك، ما تقوليش صح حد. كده. زمان كانوا دخل وحلو ان بيراميدز خد بالك برضو دخل في المنافسه، بس برضو لا ما تقوليش بيفتقد يا جزء، كابتن ما بس تقوليش بيفتقد برضو جزء يا كابتن، جماهيري، ودي رقم، دي مثلا بنسبه 70% من قوه النادي كابتن منافسه مهما كانت عندك ما فيش كده. حاجه اسمها منافسه في العالم يا كابتن. 11 بونت 11 بونت ازاي يعني 11 بونت ايه بالظبط؟ ما فرق 11 بونت يا كابتن، ولا انا بتكلم لا لو الاهلي كسب يا جماعه وبيراميدز هيبقى كام فرق، كام نقطه مش ممكن اتعادل امبارح؟ تحسبوها لي؟ معلش نحسبها برضه، احسب مش كسب الماتشين يا كابتن، هيبقى لا هيبقى تقريبا فرق كابتن مش كسب الماتشين نقطتين او 3 نقط على ما ازاي اعتقد. يا كابتن؟ احسبها، ما لسه في فرق، احسبوها لي يا جماعه لو سمحت، احسبها، احسبها واقول لك الفرق كبير يا كابتن. كده، فرق نقطتين الاهلي، فرق نقطتين لو دلوقتي انا بتكلم على الماتشات اللي الاهلي هيكسبها تمام، احسبوها لي يا جماعه لو الاهلي كسب مش الماتشات رقم فرق، لو